بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الثانوي، نكمل معاكم الدروس المتبقية من الوحدة الأولى، وهي الجدول الدوري للعناصر. مديني هنا الخواص الطرفية عناصر الفلزات. يعني ايه الخواص الطرفية؟ انا مثلا في الفلزات، مين الفلز الاثقل ومين الفلز الاخف؟ زي في الفصل، مين اطول واحد ومين اقصر واحد؟ فهو نفس الشيء هنا، احنا في الفلزات واللا فلزات بناخد كلمة الخواص الطرفية، اي مين في الفلزات، مين اثقل فلز ومين أخف فلز، ونفس الشيء بالنسبة ليه اللا فلزات. فهنا في الكتاب كتب لك بالنسبة للعناصر الطرفية، مكتوب عندك هنا بالنسبة للفلزات الفلز الأخف، الفلز الأخف هو الليثيوم. Li. والفلز الأثقل كتب لك هو الأوزميوم. أو إس. دايما بيجي في الامتحان يقول لك الفلز الأخف والفلز الأثقل، يبقى الأخف هو الليثيوم والأثقل هو الأوزميوم. أقل درجة انصهار، الفلز الأقل درجة انصهار هو الزئبق. ليه اتش جي؟ لانه سائل. انت عارف ان الفلزات كلها مواد صلبه، الزئبق سائل، ولذا هنا يعتبر هو اقل درجه انصهار. الاعلى درجه انصهار هو التنجستين اللي هو الدبليو، ودرجه الانصهار بتاعته 3410. يبقى إذن مرة تانية هو بدأ يتكلم على الخواص الطرفية في الفلزات. مين الفلز الأخف؟ هتقول له ليثيوم. حتى تلاحظ في الجدول الدوري إن جاي الليثيوم أول عنصر هنا، يبقى هو الأخف. هنا آدي عنصر الليثيوم. الفلز الأثقل هو الأوزميوم، أقل درجة انصهار هو الزئبق، والأعلى درجة انصهار هو التنجستين، وتصل درجة الانصهار بتاعته إلى 3400 درجة. بالنسبة لي هناخد بالنسبة لي اللا فلزات، يعني ده كده بالنسبة لي الفلزات. اللا فلزات، اللافلزات، الفلز اللافلز الأخف هو الهيدروجين. H2. والأثقل هو الرادون. RN. أقل غليان هو الهيليوم، والأعلى غليان هو الكلور. يبقى إذن بالنسبة للفلزات واللا فلزات، أخذنا الفلز الأخف الليثيوم والأثقل، وأخذنا أقل درجة انصهار وأعلى درجة انصهار. أخذنا بالنسبة للا فلزات، أخذنا الأخف هو الهيدروجين والأثقل هو الرادون، وأخذنا بالنسبة لي أقل غليان هو الهيليوم والأعلى غليان هو الكلور. في الكتاب الفرق بين الفلزات واللا فلزات، مكتوب عندك أن الفلزات، خلي بالك الفلزات دايما أيونات موجبة لأنها بتفقد إلكترونات، بينما اللا فلزات دائما أيونات موجبة لأنها بتكتسب إلكترونات.
الفلزات عادة صلبة ما عدا الزئبق، هنا عادة غازات لها درجات انصهار وغليان عالية، ما عدا عناصر المجموعة الأولى لها درجات انصهار وغليان منخفضة. موصلات جيدة، موصلات رديئة ما عدا الجرافيت. معظم مركباتها أيونية، أغلب مركباتها تساهمية. هنا مكتوب أكاسيدها عادة قاعدية أو أنفطورية، هنا أكاسيدها متعادلة أو حمضية. دائما تكون أيونات موجبة، هنا تكون أيونات سالبة. ده اللي هو الفرق بين الفلزات واللا فلزات. أكمل، يبقى الفلزات هنا الواجب، الفلزات دائما أيونات يبقى موجبة، بينما اللا فلزات أيونات سالبة. وبعد كده محتاج مني الفلز الأخف، تكتب الفلز الأخف وتكتب عندك الفلز الأثقل. بكده نكون انتهينا من هذا الدرس، وإن شاء الله لنا تكملة في الدروس القادمة إن شاء الله، وبالتوفيق.